دلوقتي مشاهدينا نروح مع حضراتكم حديقة الحيوان في الجيزة اللي بتعتبر طقس من طقوس الأعياد، دايما بتكون هي أول اختيار للأطفال والأسر اللي بتحب إنها تزور حديقة الحيوان في العيد. تعالوا نشوف الخدمات اللي بتقدمها هذه الحديقة لزوارها ومدى الإقبال خلال أيام العيد. الفترة اللي فاتت دي كنا بنشتغل في ثلاث محاور أساسية، يمكن المحور الأول هو خدمات الجمهور، وإحنا عملنا يعني جهد كبير في هذا المجال. إحنا عملنا مناطق ترفيهية كتيرة جدا داخل الحديقة، عملنا مدينة ملاهي متكاملة، عملنا عربيات تصادمية، سينما 7D، عملنا المكان اللي إحنا واقفين فيه ده اللي هو البيتنج زو، افتتحه معالي وزير الزراعة الحقيقة، وده عامل سعادة كبيرة جدا للأسرة المصرية لأن هو مكان مفتوح وتقدر الزائر يتفاعل معاها مباشرة ويأكلها ويصور معاها وكده. ويمكن برضو البدلات النهرية في مجموعة من الأنشطة الترفية. المحور الثاني الحقيقة كان استخدام حيوانات جديدة، ويمكن ده برضو كان يعني له أثر كبير جدا في تنوع واكتمال المجموعة الحيوانية داخل الحديقة، والحمد لله الناس بتقدر تشوف الزراف وتقدر تشوف سبع البحر، فرس النهر، النمور، السباع. الحقيقة تقريبا الحمد لله المجموعة الحيوانية كلها مكتملة. عملنا صيانة بقى طبعا، منظومة نظافة على أعلى مستوى بالنسبة للحديقة، في منظومة نظافة عالية جدا، صيانة دورات المياه، مقاعد خشبية جديدة. احنا بنمنع بس المظهر غير حضاري وبنساعدهم ان هم يستمتعوا بيومهم. ايضا يمكن المساحات الخضراء وتهذيب الاشجار، والحقيقه القسم الزراعي بذل جهد كبير جدا في تهذيب الاشجار. طبعا المحور الامني مهم جدا، احنا في تنسيق مع مديريه امن الجيزه، مع محور الاسعاف، مع الكشافه، بيجوا يعملوا برضو نقاط لتجميع الاطفال التائهين، وعاملين منظومه جميله جدا في خلال دقائق معدوده بيكون الاطفال مسلمه لزاويها ثاني. فالحمد لله يعني في جهد كبير مبذول، سعرها مناسب، فطبعا منفس كويس للاطفال ان هم يحبوا يتفسحوا وبيشوفوا حاجات جميله، حيوانات وبيلعبوا معاها، واطفال بيتبسطوا هنا جامد. يعني باجي هنا حديقه الحيوان انا بابا واخواتي عشان جميله ولذيذه جدا، بناكل هنا وفي هنا جناين نتفرج على الحيوانات ونلعب بالالعاب الملاهي، بنيجي نلعب ونتفرج على الحيوانات وبنحب نقعد نصور. احلى يوم في حياتي لما جيت هنا.